بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نود إيمان واندمات وشي نات عبات وشي نجريه توحيدا ويم أمنة أم يابلا شو يوم يم يقود لو نقرو تشن زرزر إيا ينو يالنو زاري لغمو إن شاء الله بزيه كف الله يمن ملكته يم يهونو بالله سبحانه وتعالى فكاد تبرك بالشجر والحجر ونحوهما يميلوني هنا زافن كزاف كدنغينا كمساسلوت بركان وين بركة مفلك قريه يهين قداي ودزيه فرد كمقباتي بفيت بركة مالت من دن يميلون لما ملكات موكر. تبرك مالت هو طلب البركة، بركان مفلق مالتنا، بركان مكجل وين بركة مالتنا. بركة سيبالس من دنو يقول هو ثبوت الخير في الشيء وزيادته. بركة يهي نقركو بركة اللو سيبال من مالتنا ماننن يوم نقر ملكامنتو طرنتو الزالي مصناتونا مج أمرونو عند نقر بركة مثلا سنل اندالة متن اندالة هنو قوية مالتنا وينم دمو يج أمرو ነገር አለ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በረከት አንድ ነገር እንዳለ እንዲቆይና መጨመር የሚችለው ማን ነው? አላህ ብቻ ነው። ولذلك وهذا لا يطلب الا ممن يملك ذلك يهم متطيق ያለበት ለዚህ ባለቤት ከሆነ አካል ብቻ ነው። ويقدر عليه ይህን የሚችል ከሚችለው አካል ነው መጠየቅ ያለብን። እሱም ማን ነው? وهو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ነው። تبرك በመሰረቱ በረካ ያላቸው ነገሮች አሉ እንዴ የሚለውን سنመለከት። በረካ ከአላህ ነው በመጀመሪያ ደረጃ። በረካ የሚመጣው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው። خير ما قيتهم يهون مبركته الذي هو النبي عليه الصلاه والسلام دعاء سيادرغو من له نبر وبارك لي فيما اعطيت بسته نجر بركه ارجلني خير ابزالني ابركتلني خير نورو بخير لا يقوينا يصنع مالتنا سلازيك الله سبحانه وتعالى نبيتيك سلا اللهم سنة ورمدنا تبارك وتعالى تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت بركه تموالا بركته يتموالا بركته يلاك خيره يبزا لفطرانو تشه متارق ولتا يبركته مالتنا وخيره هو الذي يدوم ملكامنت ما يقرط ملكامنت يا الله سبحانه وتعالى نو. واذا شاء يكثر الخير فلا راد لفضله الله عز وجل خير ما بركت كفلق يسن ترفات مملس ممكتم يلم فهو سبحانه وتعالى المبارك حقا بركه اوراجو الله سبحانه وتعالى نو. لا يبارك احد من الناس ما نمسو بركه لي امتى يشرم وانما هو الله الذي يبارك الله نو بركه لي امتى يمشرم ولهذا كان كتابه مباركا كتاب انزلناه اليك مبارك الى الله قران يتبارك بركه يالله هنا يا الله قال سلوهنا بركان ميوردوس سلوهنا ملكتنيوم صلى الله عليه وسلم يتباركون يتكبرون بيت الكعبه مي يتباركن بركه يلاچو بدرجه يتقمطو بوتاوتنا غزياتوتم مالو سلازي انزي نغروچ كله ما درج يميتلو مانو الله سبحانه وتعالى عند نقر لاي بركة لأسكمت يمي تلو لأنا سام يمي تلو السنو جويرية بنت الحارث رضي الله عنها لهزبو تشوع ومن المؤمنين رضي الله عنها ورضاها تلك بركة بالبيت نبرج انديت نوسو ناتها عائشة رضي الله عنها من تلالج فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها كالسوية بلتة كجويريا يبلته
ለሰዎቿ፣ ለህዝቦቿ፣ ለወገኖቿ በረካ ያላት ሴት አይቻል አቅም ትላለች። ምክንያቱም ምንድነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገዝወት በይን አልሙስጠለቅ ወልሙስጠለቅ ላይ ዘመቻ አድርገው ነበር። እዛ ዘመቻ ላይ ማርከው ነበር ብዙ ሰዎችን። ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጆይሪያን ሲያገቡ የእሷ ቤተሰቦች ዘመዶች የሆኑት ተማርከው የነበሩትን የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማችነት ክብር ሲባል ሰሓባዎቹ ከባርነት ነፃ አወጧቸው። በዛ የተነሳ ነው ይህን ያለችው። እንግዲህ በረካን የሚያመጣው የሚጨምረውና እንዲሆን የሚያደርገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። በረካ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በረካ ነበራቸው፣ አካላቸው በረካ ነበረው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህን በረካ ለእሳቸው ብቻ ነው ያደረገው። በሰው ደረጃ በረካ የተደረገለት መላ ሰውነቱ ኸይራትና በረካ እንዲኖር ያደረገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቻ ነው። ሰሓባዎች የነቢዩን ስ ሰለም ላባቸውን ይወስዱ ነበረ፣ ምራቃቸውን ሲተፉ ይወስዱ ነበረ፣ ሰውነታቸውን ይተባበሱበት ነበረ። ረሱል ስለ ላሁ ለ ሰለም የሌላን ሰው አምጥተን እንተባበስ ብንል ትርፉ ጭርት ነው የሚሆነው፣ ትርፉ በሽታ ነው የሚሆነው፣ መድኃኒት ሊሆን አይችልም ነው እና እንደዚሁም ጸጉራቸውን ሲላጩ ረሱል ስለ ላሁ ለ ሰለም ሰሓባዎች ይወስዱ ነበረ። አነስ ብኑ ማሊክ ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ ምን ይላል? አንድ ጊዜ ኡሙ ሱለይም ቤት ገብተው ነበር ነቢዩ ስ ሰለም ይገቡ እነዛ ያርፉ ነበረ። ከነቢያችን ስ ሰለም መሓሪም ናት እንደሚታወቀው። ፈጃአ ዛተ የውሚን ፈናመ ዓላ ፊራሽሃ፣ መጡና ቦታዋ ላይ ተኙ። ከዛ መጣሁና ረሱል ስ ሰለም እኮ ተኝተዋል ብዬ ነገርኳት አለች። መጣችና እያላባቸው ነበር ረሱል ስ ላሁ ለ ሰለም። ሴቶች ውድ እቃዎቻቸውን ወርቅም ይሆን ጥሩ ጥሩ ነገሮች የሚያስቀምጡበት ትናንሽ እቃ አላቸው በፊት እና ያንን እቃ አምጥታ ላባቸውን እየወሰደች መሙላት ጀመረች። እና ነቢያችን ስ ሰለም ደንግጠው ተነሱና ምንድን እየሰራች ነው ያ ሙስሊም አሏት። ፈቃለት ያ ረሱለላህ ነርጁ በረከተሁ ሊሲቢያኒና፣ ለልጆቻችን በረካውን ፈልገን ነው አለቻቸው። ልክ ነሽ አሏት ረሱል ሰለላሁ አለይህ ወሰለም። ወይም ደግሞ አይ ሽቶዬ ላይ ለቀላቅል ነው አለቻቸው የሚል ዘገባ መጥቷል። ችግር የለውም አሉ ረሱል ሰለላሁ አለይህ ወአለይህ ወሰለም። እና ይሄና የመሳሰሉት አሉ ከነቢያችን ስ ሰለም በረካ እንዳላቸው እና የሚጠቀሙበት ውዱእ ሲያደርጉ ይሻሙ ነበር ሰሓባዎቻቸው የተረፈውን የተንጠባጠበውን ውዱእ ወስደው ለመጠጣትና ለመጠቀም ማለት ነው። ይሄ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገደበ ነው። ለመገደቡም ግልጽ ማስረጃ ሰሓባዎች ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥሎ ለማንም ይህን ነገር አላደረጉም። ከነቢዩ ስ ሰለም ቀጥሎ ምርጥ ሰው አቡበክር ስዲቅ ነው። ሳህ ባዳ ነቢይሃ ለአቡበክር ስዲቅ ላይ ይህን አልተጠቀሙም። በረሱል ስ ሰለም ብቻ የተገደበ ነው። ጸጉሩን በተመለከተ ሁሉም ሰው በየቦታው አምጥቶ ጸጉር አለ ሳሙ፣ ይሄ ጸጉራቸው ነው። አስለን ለመሳለምና ለመሳም አይደለም፣ ዝም ብሎ ለመያዝ ነው። ሁለተኛ ጸጉራቸው መሆኑን ማረጋገጫ ያስፈልጋል። በተለይ ጊዜው ከቆየ በኋላ ልክ ነው ብሎ ማመንና ማረጋገጥ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምንም ሞኝበትና ምንታለልበት ምንም ነገር የለም ነው። ማንም ሲያመጣ ተጨባጭ ማስረጃ ካለው ሰው፣ ከሌለው ግን ተቀባይነት የለውም። በረካ ቁርአንም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በረካ አድርጎታል። የቁርአን በረካ መሳለሙ መሳሙ ሳይሆን ይልቁንስ ማንበቡና መቅራቱ፣ ቁርአንን መቅራት ማንበብ ማዕናውን ማወቅና መተግበር ነው ትልቅ በረካ የሚያስከትለው። ዱዓም እንደዚሁ ማድረግ። የተባረኩ ወይም በረካ ያላቸው የተመረጡ ቦታዎችና ጊዜያቶች አሉ። ከቦታዎች ሁሉ ምርጡ መስጂድ ነው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቤት ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ መስጂድ ለእንግዲህ በረካ አለው ሲባል ሄዶ በመተባበስ ወይም ደግሞ ግድግዳውን በመሳለም ቤተ ክርስቲያን እንደሚደረገው ወይም ደግሞ አፈርን አንስቶ በመቀባትና በመበጥበጥ አይደለም። ነገር ግን እዛ ሄዶ ዒባዳ በመፈጸም የሚገኝ አጅርና ምርጥ ደረጃ ነው። ሐረም ሁለቱ ሐረሞች እንደሆነ ለየት ያለ የተከለከለባቸው ነገሮች አሉ። ዛፎችን መቁረጥ አይቻልም። እንስሶችን ማደን አይቻልም። የጠፋን ነገር አንስቶ መውሰድ አይቻልም። እነዚህና የመሳሰሉት ለየት ያሉ ሁለቱን ሐረሞች የሚመለከቱ ህግጋቶች አሉ። መካን በተመለከተ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነው ይህን ህግ ያስቀምጠው። መዲናን በተመለከተ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ እርም አድርጌዋለሁ አሉ። ጠብዓን በአላህ ትእዛዝ እንጂ በራሳቸው ግል ፍላጎትና ትእዛዝ ውሳኔ እንዳልሆነ የታወቀ ነው።
እንደዚሁም ደግሞ ሻምና ያኒ بيت المقدس ان بزوريا اللون شامن الله سبحانه وتعالى بركه ادرقال فقال جل وعلا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بزوريا اللون بركه ادرقنا لات بلا كوراتن كقناتوچم كمشيتوچم بركه ادرقلاتو قالو كوراتوچ رمضان كمشيت ليله القدر انذيهم ليلوچم الله يمرطاتو نغروچ قالو زيت لمثاله زيت الزيتون حبه السوداء مار ماء زمزم نعم سهسلوت عندان فترتاتهم خير على الله تبرا أن السلام باتشاهم نقر قن ملكا نقر يقن يباتشاهم يهون مرت نقر وچن الله وستاتشاه اسقمتو على مالتنا كذابة الرفقن يتلايو كذي بحديث وسك التقصوت بوتاوش وچي والآثار يتلايو قريت نقر وچ اندزيهم دمو بدينقاي والأشخاص بسوش يعني بركه اغنيا له بلوك الناس غا متشاشت بهوتم يالو متوم يا يفقدمنا لمن لذي ما سرجاو مندنو كنبي صلى الله عليه وسلم لنا قران ان حديث است كتتقسو وجه يالو ايتعلم لنا ما سرجاو صحابهوت لما مروا بشجره يتبركوا بها الكفار كفاروت بركه يفلقوبت زاف بكل الفو ذات انواط يبالنا ان لمساله طور الناس يهدوا مسارياتهم يسقلوبت نبره ان صحابهوت يا رسول الله قالوا اتشوا بزا بكل سيالفو اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط لان السوء بركه ما يغنيو بتزاف اندالاتشو كله لنيا ما درغول قالوا اتشوا يا الله الملكتين يا صلى الله عليه وسلم يا الله الملكتين يا من نبر يالو بتام نو يتقوتوت الله اكبر قالوا يقوتا نغكن انها السنن ان زان فلقوش تكتلالاتشو يالكوت نغر نوكو يالكوت نغر يهنو مالتي فلقوت يهنو قلتم والذي نفسي بيدي ان انت اهون يتناغراچوت قال نفسي بيجو بونو جيت املالهم كما قالت بنو اسرائيل لموسى يا اسرائيل لجوج لموسى يا موسى تكتايوت لموسى يالوتن اين تياكين يقرباچوت اجعل لنا الهه اجعل لنا اله كما لهم الهه طاوت ميملكو سوتشن ايونا بزا بكل سيالفو للناس امالكت اندالاچو كله لنيا مملك ادرجلن منا ملكوا قال بلو نبي الله موسى عليه السلام تيقو قال من قال نبي الله موسى انكم قوم تجهلون ما هي من سوتش ناتشو انديت اندزي تلالاتشو قالوا بحالا يا الله ملكتن يا منالو لتركبن سننا او سننا من كان قبلكم كنا انت فيت يالو سوتشن فلق تكتلالاتشو فلقاتشو لا يتغوازالاتشو يتبالو نغر كو ايه نو قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام تملكتو النزان ايتو كنتو بنزا دركو زاريم قبر زاف دينغاي عندان شيخوچ يتبالو عندان دبوتاوت سو عندو عندو ما عندو قبر يبالنا سو يليلبت نو مريد تبيوچو مينغدوبتنا ميبروبتنا يا ايتعلم نبي صلى الله عليه وسلم اتنكرو انداوغزو نو منملكته بتام اتنكرو نو ياوغزو بتام نو يتقطط عذر انزي صحابوچ يتسطاچو لمندنو لببل صحابوچ علماوچ اندميلوت انزي ابي واقد الليثي يهن حديث سيزقم من الهلال وكنا حدثاء عهد بإسلام أو حديث عهد أهون يسلمن سويت نبرن بقربنا يسلمن عند نقر ترتوال عند نقر ستوال يتغن الزبوت من دنو عند نيا بنقرات شلهي نيا عدس بقربو يسلمن نبرسيل قدمو يسلموت يهن نقر سلم ياكوت ياكي على قربو بدم ترتوال تغن زبوال ولت نيا نقر من دنو نبي صلى الله عليه وسلم اندمي دنققو ياكالو سلزيت ياكي اقربو دنققو لن بلو يساتوت نجر مندنو ايهي يتساسات وسيلانا من قرمونون على وقومنو إيمان لا يتسلو عندما يسادر يتساسات نجر اندهونه بركة ويم أمالك تنتن ميفلقو كالله سبحانه وتعالى نجي كماننا من دان هونه يساتوت نجر ليقن الزابي قنا على متنكر نبرة بساعتو مالتنا قنا سلموهن يتردو دينون بصفات يتقن الزبوال متوم قنانا لزانو يهين يادرقوت وإلا بتام ادغا وسط نبر ميغبوت رسول صلى الله عليه وسلم كبن اسرائيلوش غانو يامساسراتشو يسطواچو ملس علاواقي سوچ ناتشو بميل نو رسول صلى الله عليه وسلم يتقطواچو ايه مياسرداو صحابوچ انزي صحابوچ بوحال ييقويو سيماتو گن نغرون بتچباچ ترتتوتال يهت تگبي طياقي اندال هونه تگبي نغر اندال هونه لذي نو زگابيوم اديس سلمتيوچ بقربو ود اسلمنا يگبال نبرن يميلون يگلصو سلازي بايتينياوم زاف بوتا گلسب
እና የመሳሰሉት በረካ ዝም ብሎ ማግኘት በረካ አገኛለሁ ብሎ መተሻሸት የአፈር የቀብር አፈር አንስቶ በጥብጦ መጠጣትና የመሳሰሉት ፈለይሰ ሚነ ሸሪዓቲ ፊ ሸይ ሸሪዓ ውስጥ ምንም ነገር የለም እየተከለከለ ነው። እምነታችንን ሙሉ በሙሉ ሊያሳጣን የሚችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ወይም እምነታችንን የማጉደል ደረጃ ላይ ይደርሳል። ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.